مشاهدي الأعزاء، طاب مساؤكم. ما الذي كان يشغل الشعراء المغاربة في الستينات؟ لماذا هجروا الحبيبة وتفرغوا للتغني بالوطن؟ وماذا عن دورهم الريادي في تشييد قصيدة مغربية حديثة؟ وماذا تبقى اليوم من سجالاتهم ونقاشاتهم الصاخبة؟ ثم كيف تطورت علاقتهم مع الأجيال الجديدة والحساسيات الشعرية اللاحقة؟ ولماذا اختار عدد من شعراء الستينات الخلود إلى الصمت في السنوات الأخيرة؟ هذه الأسئلة أعزائي عزيزتي ستكون مدار سمر الليلة مع الشاعر محمد عنيب الحمري، أحد رواد القصيدة المغربية، صاحب الديوان المثير للجدل الحب مهزلة القرون، صاحب الشوق للإبحار مرثية المصلوبين داء الأحبة رعشة المكان وغيرها من الدواوين، الحكيم الذي يؤثر التأمل والعزلة والصمت على الخوض في سجالات المثقفين، والشاعر المشهور بعزوفه عن إلقاء الشعر في المنتديات وإجراء الحوارات، تحايلنا عليه واستدرجناه الليلة إلى مشارف. سي محمد عنيب الحمري، مساء الخير وشكرا أولا على تلبية الدعوة. شكرا لك أيضا على هذه الاستضافة وشكرا على هذا التقديم الجميل. الله يبارك فيك، أنت جدير به سي عنيب الحمري. والبداية غتكون من الديوان ديالك الأول والأشهر، الحب مهزلة القرون، الصادر سنة 1968. كان هذا الديوان بيانا ضد الرومانسية وضد الغزل، كل القصائد في الغرام هزيلة والشعر كان لأكدح الطبقات، يعني من الديوان. أريد أن أعود معك لهذه اللحظة اللي كان حدثنا عليها في مشارف الراحل محمد بن عمارة هنا في هذا البلاطو، واللي كان بينك وبينه سجالات في ذلك الحين. بغيت نعرف كيف قادكم وعيكم السياسي تلك الأيام إلى مخاصمة الحب والحبيبات. في الواقع ليس مخاصمة، لأن الديوان صدر وأنا في كلية الأداب بدار المهراز، ومعظم نصوصي كتبت في المرحلة الثانوية. فوجودي في الكلية وأمام الأحداث التي كانت تموج آنذاك، اغتيال بن بركة، هزيمة حزيران، مخلفات 65، الإضرابات الشهيرة ديال الدار البيضاء، والسجالات ونقاشات طلابية داخل الكلية، غيرت نوعا ما من طريقة التفكير أو التعبير الشعري. فأضفت نصوصا أنا ذاك ضمنها قصيدة هي عبارة عن معارضة لديوان الرسم بالكلمات للشاعر نزار قباني، فأثارت ما أثارته من نقاش ومن سجال ومن ولكن الذي أتذكره والذي أعجبني آنذاك، وهو أن القاص المبدع شفاه الله أستاذ عبد الجبار السحيمي كان أول من كتب عن المجموعة، واستطاع أن يعبر عن ما كنت أشعره آنذاك في مقاله بجريدة الإعلام في 18 أبريل 1968، أي بعد شهرين من صدور المجموعة. كان قد أعجب بالديوان وبعنوانه وكتب مقالة أفتخر بها إلى الآن، كما أيضا كتب أصدقاء آخرون وشعراء ضمنهم مالك العاصمي في مجلة آفاق في سنة 69، ثم أستاذ الشاعر محمد الشيخي، فعبد القادر الشاوي في الثقافة الجديدة فيما بعد، وطبعا كان له رأي آخر. فكأي تجربة في ذلك الوقت تعرضت للمساندة والانتقاد والمعارضة. لا وأكد أن الحب مهزلة القرون كان حادثا شعريا وأثر نقاش. وأنا في الحقيقة بغيت نعرف فعلا، يعني بعض الناس من جيلك تفاعلوا بالمساندة وكاين اللي عارض بحال سي بن عمارة، ولكن بغيت نعرف يعني كيف تجاوزت أنت، يعني محمد عنيف الحمري، كيف تجاوزت هذه الفكرة فيما بعد؟ الفكرة هي أن الحب مهزلة القرون هو ليس سبة للحب بقدر ما هو اعتراف بوجود الحب. هذا الحب يعيشه الإنسان، وأعتقد أنه يعيش في مرحلة من المراحل ثم يتجاوزه أمام
القضايا والمستجدات والظروف الاجتماعية والتي كانت سائدة. قلت ما دام هذا الحب مهزلة لا يخرج منها أي كائن، فلنولي أو لنهتم بموضوعات كالقضايا الطارئة آنذاك بما فيها طبعا كان يعني فوران فوران وغليان، فمن العار آنذاك طبعا أن يظل الإنسان يعبر عن شخصه وذاته كده. وقلت فالشعر ليس لذاته ومصيرها، أي مصير الشعر، بل ذاته ممزوجة بذواتي. صحيح، الالتحام ديال المثقف العضوي والمداخل مع الجماعه طبعا هذا هذه مرحله، فكر المرحله وشعر المرحله. وفي هذه المرحله حققتم ريادتكم الشعريه. وفي حديث لها عن الرياده الشعريه في المغرب كيقول الشاعر ادريس الملياني بان الرياده بالنسبه لجيلكم تحققت عمليا مع احمد صبري أهداني خوخة ومات صادر في 67، مع محمد عنيبة الحمري حب مازالت القرون 68، مع الجماري محمد علي الهواري، أكثر مما تحققت مع المجاطي والخمار القنوني اللي ما كانش عندهم أصلا دواوين ولا حضور فعال في تلك الفترة. سؤالي هو علاش الخطاب النقدي اللي ساد من بعد انتصر للمجاطي والخمار على حساب المجموعة ديالكم؟ في الواقع ما يسمى بالخطاب النقدي آنذاك كان عبارة عن انطباعات، لم تكن هناك تيارات نقدية، بمعنى هي عبارة عن انطباعات أكثر منها نقد. ثم إن هؤلاء الشعراء هم شعراء بالفعل، لا يمكن نكرانهم. أما الريادة فإذا كان الخطاب النقدي آنذاك، فالمليان الآن مثلا يقع في نفس الخطأ، فالشعر لا يعترف بالريادة. الشعر في نظري الرواد إما أن يكونوا علماء اكتشفوا مناطق مجهولة، لأن الرائد في اللغة العربية والذي يرسل للبحث عن كلاين أو منتجعين للآخرين. فمثلا أنا أعتقد بأن الرائد داروين أو أديسون الذي أضاء العالم، أو كوبرنيكس أو أينشتاين، هادو أعتبرهم روادا لأنهم أضافوا شيئا للبشرية للعالم. أما الشاعر فيظل شاعرا مهما كان، نشر في البداية أو تأخر، إن ما ينتجه أو ما يعرضه أمام القراء هو ما يحكم عليه. فمسألة التراتبية استحقاقية لا أؤمن بها في الشعر. فإما أن يكون الشاعر شاعرا أو لا يكون. صحيح. وهذه ليست مشكلة. لا بكل تأكيد. لا، وربما يعني ندفع شوية على السيد ادريس الملياني بعد ما استحضرته وجيت به في هذا النقاش. ربما القصد هو أن إلا بغينا نقولوا ديك الدينامية الشعرية اللي كانت في هذيك الفترة الستينية، كان هناك حضور يومي ديال مثلا أحمد صبري، ديال عنيبة الحمري، ديال محمد علي الهواري، وديال الجماري. يعني كتلقاهم كيقراوا في دور الشباب وفي الجامعات، وأصدروا أيضا كتبا في الستينات. الناس الآخرين اللي جاء خطاب نقدي حقيقة من بعد مع السي محمد بن نيس وآخرين، اللي ربما ولا الخمار القنوني شاعر أساسي وهو أساسي، ولكن إمتى صدر الديوان ديالو؟ راه ما صدرش حتى مات، أو في سنواته الأخيرة، ولكن لم يصدر في الستينات ولم يؤثر في الستينات ولم يتفاعل معه أحد في الستينات. ربما هذا هو لا صحيح، صحيح. هذا المشكل هو أن الذين حكموا بريادة هؤلاء الأشخاص من خلال نصوص متفرقة، من خلال نصوص متفرقة. صحيح أن الرائد الثالث الشاعر الصرغيني أيضا لم ينشر ديوانه إلا مؤخرا أيضا. سي محمد الصرغيني ما كانش كينشر الدواوين في تلك الفترة، عنده نصوص هو أيضا نفس وهذا النقاش ديال أو هذا أن تكون شاعرا تتحقق طبعا عبر اختيارات مصادر الكتابة، مضامين الكتابة، أشكال الكتابة. ولهذا أنتم في الستينات وحتى مع السبعينيين فيما بعد غادي تنخرطوا في واحد الجدل واسع حول هذه القضايا، بيانات، سجالات، مقالات، مقالات مضادة. بغيت نعرف هذه الحيوية اللي كانت تثري المشهد الشعري المغربي في هذاك الزمن، لماذا غابت اليوم؟ في ذلك الوقت كان صدور عمل أدبي يثير نقاشا عاما، سواء في المنابر الكتابية أو الإعلامية، وكان عدد الكتب تقريبا محصورا معدودا. فقد ذكرت أنت مثلا في 67، يعني سنة قبل صدور ديوان الحب ذات القرون، كان صامدون لمحمد الهواري، كان شعر الناس الطيبين
الملياني ديال الملياني والجماعه اربعه الشعراء، وكان هداني خو خوامات ديال محمد احمد صبري، وكان براعم ديال مجيد مجلول، وكان ديال عبد الكريم ثابت. ايه الديوان ديال عبد الكريم ثابت الشاعر، ديوان الحريه، ديوان اغاني الحريه، اغاني الحريه، ديوان الحريه يمكن ديوان الحريه. وديوان حب لابراهيم السلامي صدره ايضا في 67، وهو استاذ بكليه بهر المهرز. فاي اصدار كان يتناول وتعطى فيه اراء، وطبعا في الكليه امام الميولات والنزاهات السياسيه والطلابيه كان لها اثرها في هذا السجال. فقد يعني تصبح شاعرا مناضلا، وقد تصبح شاعرا رجعيا خلال لقاءات او مناقشات. ولكن الهدف الصحيح انه كان بالفعل ذاك النقاش وتلك السجالات كانت لصالح المبيع، كان يستفيد منها. لماذا؟ لان كانت تصدر عن اشخاص بحكم ما يرونه، دون على العكس من ربما وضعي الان، ان كل شاعر معه بيانه الاول، فهو الشاعر له بيانه ولا يمكن ان يسمح لاخر. ربما ولينا كل بما فرحون. وقد يصدر بيانا ضد شاعر اخر او ضد جهات اخرى، وفي المواقع الالكترونيه ما هو صحيح. يعني ما بقاش الجدل، وبقدر ما ولا كلها كيلغي بالغاء، وكلها كيكتب قصيدته ويدافع عنها ومستغني عن العالم. وهذا حقه طبعا، هذا حقه، ولكن احنا كنا نتمنى ان يكون النقاش والسجال للخطو بالمرحله الشعريه الى مرحله اخرى تكون مفيده بالنسبه للشاعر وللقارئ ايضا. بكل تاكيد. وانتم في هذيك الفتره يعني من السبعينات ومن الستينات قبل، وانت الباحث في علم العروض وصاحب كتاب في الايقاع الشعري تفعيل جديد لعلم العروض، في هذيك الفتره وصلتكم ربما مجموعه من التباشير ديال شكل شعري جديد. كان يوسف الخال وانسي الحاج وادونيس وبقيه الكوكبة في الستينات من بيروت كانوا يبشرون بقصيده النثر. كيف تلقى جيلكم قصيده النثر؟ خصوصا وان كتابتها تاخرت في المغرب حتى ربما الثمانينيين والتسعينيين. كنت اتابع الحركه من خلال مجله شعر، واعتبر بان اي تجديد في الشعر هو امر مستحب وضروري. وقصيده النثر عانت من الرفض كما عانت قصيده التفعيل قبلها. قصيده فلم تكن مقبوله ايضا. صحيح. حين كان الشعر العمودي هو المسيطر والاساس هو القاعده، وما تبقى فاستثناء. اتذكر ان اي جديد لابد ان يتعرض لهذا الرفض، ولكن ايضا يتعرض للقبول من طرف الفئه الاخرى. اتذكر ان ما سمي بعصر الانحطاط في تاريخ ادبنا العربي، عصر الدول المتتابعه، الشاعر لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في الشعر الهندسي. قالوا إن الحاكم لم يعد عربيا، من المدح والرثاء، هذا حاكم أعجمي تركي. فعلا المماليك ديك المماليك هذا لا يفهمه. إذن ماذا يفعل الشاعر؟ اتجه من الشعر المعتمد على الأذن إلى الشعر المعتمد على العين، فكان التشجير وكان الشعر الهندسي، وأصبح الشعر في التحف، في الزرابي، في الجدران، يعني وفيه تعب، وايضا في تشكيل القصيده. مثلا حرف العين يعطيك 24 بيت في دائره، كل شطرين يقودك. هناك عمل وابداع. هذا اعتبر انحطاطا من طرف الشعريه الاصيله، اعتبر انحطاطا، وعلما بان ما فعله ابولينير في كاليغرام اعتبرت جديدا عند قوم اخرين. ولذلك حينما عاد البارودي وحافظ وشوقي وسموا بشعراء البعث، باعتبار ان ما قبلهم كان موتا، ما الذي بعثوا؟ بعثوا القصيده العباسيه في شكلها الرجل القديم. قصيده النطر ايضا عند روادها كانت شيئا، لان التجديد ايضا يتطلب
يتطلب قيمة ولا يتطلب جهدا من صاحبه أن تفجر اللغة، يجب أن تعرف اللغة. صحيح. أن يعني أن الرواد مارسوا كتابة الشعر بالطريقة العمودية وبالطريقة التفعيلية، وأدونيس أيضا آخر ما كتبه وشعر تفعيلي، آخر نص كتبه في نهاية ماي، بمعنى أن الأمر لا يتعلق بأن تحافظ على الوزن أو أن ترفض الوزن بقدر ما يتعلق بالكتابة. إذا كانت اللغة نظام مجتمعي وكان الكلام نظام فردي، فالشعر هو الكلام الغامض الجميل. وعلى ذكر هذا الكلام الغامض الجميل، أنا سأعود بك إلى كلامك الغامض الجميل الخاص بك، يعني إلى قصيدتك. أنت سمعت عن عنبة الحمري: رجل يثير الظل ويفضل الخلود إلى الصمت. وأقصد بالصمت تجنب الحديث عن الذات، العزوف عن القراءة في المهرجانات، اجتناب الصحافة والأضواء، وكذا أخذ مسافة من المؤسسات الثقافية، حتى أن المتتبع لمسارك قد يفاجأ بأنك طبعت جميع دواوينك على نفقتك الخاصة، وأنت أحد أقطاب الشعر المغربي الحديث. لماذا هذا الخيار، الابتعاد عن؟ في الواقع هو ليس خيارا بقدر ما هو اضطرار، باعتبار أن المؤسسات الثقافية غير واضحة في مخططاتها وفيما تعرضه من برامجها وطريقة طبع كتبها ولجنها وجوائزها. فأنا لم أكن مبتعدا، فقد كنت عضوا مثلا الآن في اتحاد كتاب المغرب، تحملت مسؤولية كتابة الفرع في الدار البيضاء موسم 73-76، وعضو مكتب مركزي في بداية 90 صحبة الشاعر الأشعري في الفترة الأولى. لم أكن مبتعدا كمشارك، ولكن فيما يتعلق ب هناك بصراحة هناك غموض يلف المؤسسة وتتحكم فيها ربما العلاقة والقرابة، ربما هذا رأيي، وأنا لا أستطيع لا أن أتسول ولا أن أتقرب. ولذلك التجأت إلى مؤسسات أخرى هي مؤسسات القروض. فكل مؤسسات القروض تعرفني لأنها تتعامل بشفافية ولا تميز بين هذا وذاك إلا احترام شروطها وفوائدها. بكل تأكيد، يعني إذن هي فوائد غير شعرية. هي فوائد مضرة ولكن الحل. وأتذكر في سنة 73 كانت قد خلقت ما يسمى بالودادية السكن لفائدة رجال التعليم، وكنت قد هيأت مجموعتي الثانية الشوق للإبحار، فكانت تكلفة الطبع وثمن البقعة آنذاك تماما 3000 درهم، ثمن البقعة 3000 درهم ثمن الطبع. ففضلت طبع الديوان، وقام الأصدقاء بأخذ نسخ على أساس التوزيع، لأن التوزيع أيضا كانت 45% التوزيع الأصلي في شوس بريس 45%، ثمن الكتاب 3 درهم، 50% كتبقى 150 درهم، شحال غتبيع من نسخة شحال. المهم هذاك الشيء لا يحسب، المهم النشر وصافي. كتبت هنا ضمن آنذاك لا أحتفظ به كله، ولكن 3 أبيات فقط حفظتها، لأن أقول: فهم الناس كان شراؤهم بقعا، وكان الهم عندي نشر أبياتي، تباينت المقاصد فانكوى بعض، وبعض عاش في أوج المسرات، أحباء برى للبيع معظمهم، فلا كتب ولا عادت مبيعاتي. إذن هي كما قلتي فوائد مضرة، مضرة بالدخل ولكنها مضرة للشعر في جميع الحالات. مهم أنني أنشر. وقصيدتك وصلت وأثرت واحتضنت من طرف النقاد والأصدقاء. وأتذكر الشاعر الراحل عبد الله راجع وهو يكتب عنك نصا يخاطبك: سلام عليك عنيبة، كيف تجر الخطى شيقا بين غيم القصيد وغيم الإدارة.
أنا أريد أن أعيد طرح سؤال راجع عليك، كيف كنت توفق طيلة سنوات عديدة بين عنب الشاعر وعنب الناظر؟ هل شوش العمل الإداري على علاقتك بالقصيدة؟ وأيضا كيف رتبت علاقتك الجديدة بالشعر خلال سنوات تقاعد؟ أولا ذكرتني بالشاعر الصديق المرحوم عبد الله راجع، كان صديقي وكنا نلتقي في مقهى قرب المؤسسة التي كنت أشتغل بها، وقد تحمل مسؤوليته الإدارية أيضا ولكنه تخلص منها وعين أستاذا بالكلية. كان يعاتبني دائما ولم أرى نصه إلا بعد وفاته، النص لم ينشر في حياته، نشر بعد وفاته. كان نصا رائعا، ذكر الأصدقاء وذكر العديد من الأمور المشتركة. يقول في المقطع: سلام عنيبة لم أكتب اليوم شيئا، فقد طار سرب الحمام وخلف لي ريشه، أتريد القصيدة يا صاحبي أم تريد الظلال؟ جميل شعر. وأنت طبعا مشيت للظلال، حزت للظلال يعني. فالاشتغال في الإدارة بالنسبة لي كنت أحرص على أن أكون أستاذا دائما، ولذلك اخترت منصب النظارة لأضل صحبة الأساتذة لأزيد من 30 سنة وأنا ناظر. وللدلالة على أن الإدارة لم تؤثر بكيفية أو بأخرى في المسار الشعري، إن ما صدر من دواويني كله صدر وأنا أمارس الإدارة، باستثناء الحب معزلة القرون والشوق للإبحار. فلم تكن الإدارة بالنسبة لي، صحيح أن ميدان مختلف بقوانينه ورزمه ومنشوراته وملفاته وأوراقه واجتماعاته وما إلى آخره، ولكن هذا عمل تنتهي منه لتخلد إلى راحتك وإلى إبداعك وإلى حياتك. بعد التقاعد كيف بعد كان الولود إلى القصيدة؟ بعد التقاعد أخذت أرتب البيت الشعري، فعدت إلى السلاسل التي نشرتها كي أنظمها في شكل كتب، سأحاول أيضا أن أغامر بطبعها، ونصوص متفرقة سأحاول أن في ديوان، مهم أشتغل كأن شيئا لم يكن. كأن له. على ذكر السلاسل اللي قلتي، أنا أتذكر مجموعة من أنتولوجياتك الغريبة، يعني واحدة مثلا عملتها عن الشعراء الذين أعدموا، أخرى عن الشعراء القتلة تحت عنوان بقايا دم في أكف الشعراء، وثالثة عن الشعراء الذين ماتوا ميتة غريبة، هل طاحت عليه سارية، هل طاح في بير. بغيت نعرف سر هذا الاهتمام الغريب بعلاقة الشعراء بالموت. الواقع الفكرة دي السلاسل، نحن تلقينا الشعر العربي بطريقة معينة منذ ابتدائي والإعدادي والثانوي، ظلت أسماء معينة تصاحبنا طيلة مسارنا الثقافي والتدريسي. ركزت على الشعراء الذين أعدموا من طرف ذوي السلطة خاصة كالخلفاء والأمراء والقوال، وقد أعدموا إما للعشق وضح اليمن أو السحيم بن عبد الإسحاس زنجي أحرق، يعني طرف بن العابد عبيد بن الأبرص الزيات الوزير، 30 شخصية اخترتها تعرضت للإعدام بسبب مواقفها أو ما ألصق إليها من تهم كالزندقة ومن أغرب أن جاء اسمه الشاعر علي بن جبلة العكوك، قتله المأمون لأنه مدح أبا القاسم بن دولف وزيره بقصيدة من أجمل ما كتب الشاعر، في حين أن ما كتبه الخليفة لم يكن يرقى إليه، فسجله وقال إنه وصف الوزير بما لا يوصف به البشر، وبذلك استحق القتل. وأمر زبنيته بأن يسلوا لسانه من قفاه، فسلوا لسانه من قفاه. هذا الشعراء، هذا هو الشاعر المقتول. في السلسلة الثانية الشاعر القاتل، الشاعر القاتل طبعاً
إذا كان فارسا أو أشياء دي الأشياء كانت داخلة في الصراعات وفي الحروب وفي المعارك، ولكن أن يقتل شاعر زوجته وابنته كابن الدمينة، أو أن يقتل ديك الجن الحمصي عبد السلام بن رغبان، أن يقتل حبيبته وعشيقها وأن يحرقهما ويضع رمادهما في فنجانه ويشرب وأنتج أبدع قصيدة في الموضوع توجد في ديوانه لا أتذكره لكنها موجودة في كتاب في السلسلة، وأن يقتل المعتمد العباد شاعر ابن عمار الأندلسي صديقه وزيره ومادحه سابقا، وهذا أشياء تثير. فهذا هو في إطار الموت أيضا والقتل، السلسلة التي أشرت إليها حينما يخطئ الموت طريقة. هذه السلسلة أيضا فيها نوع من، لأن في التاريخ الأدبي عادة لا نهتم بالميلاد والوفاة بالشعراء، نهتم بما قالوه تجاه الخلفاء، فأنا أتجه إلى هذه الأشياء الغائبة يهتم بها الآخرون لي. ولكن احنا طبعا في ختام هذه الجلسة لا يمكن أن ننهي سمرنا مع محمد عنيبة الحمري بدون ما نسمع صوت القصيدة دياله. حين تسبح في جسدي حرقي أتفيأ ظل الكآبة حبرا يغفيض على ورقي، وأسيح كأي مسيح تكلله ومضة قد تكون نهايتها في عشاء، سيبوح الذي بانكسار الضمى وله، إنك الآن لن تتهجى خطاه ترتدي حرقة الدوبان على شفق، هل بوسعك أن ترتوي لهبا كي تنير مساء الجهات إلى لحظات التمام وتعيش حياة البحار بين مد وجزر كالمحار، كلما غمرته المياه يحتفي بالقمر فاتحا صدفه، وإذا انسحبت غلق الباب ثم استدار ساحبا معطفه باحثا عن مكان سواه. ونحن من نفس مكاننا هذا يعني نعود لكي نشكرك الأستاذ محمد عنيبة الحمري على حضورك معنا وعلى القصيدة الجميلة التي أمتعتنا بها. شكرا صديق الشاعر ياسر عدنان. الله يبارك فيك. وأنتم أعزائي عزيزتي شكرا على كرم المتابعة، دمت لكم مسرة القراءة وصدقة الشعر، إلى اللقاء.